صباح الخير متابعي مشاهدي قناة الفرات الفضائية. صباح الخير لكل قادتنا في وزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد وكافة المحافظات. صباح الخير لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. صباح الخير لكل أبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين العاملين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية والذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات لكل مواطنينا الكرام. صباح الخير لكادر قناة الفرات الفضائية وبرنامج الشؤون وللمخرج المبدع نورس العنزي. بعد الفاصل إن شاء الله نواصل. عودة مرة أخرى مشاهدينا متابعي قناة الفرات الفضائية. أرقام هواتف البرنامج ستكون أسفل الشاشة وكذلك حاليا نرتبط مع إذاعة الفرات. ناخذ أول اتصال ونقول ألو شؤون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أنا شرطي سابق مفتوح عقوده قيادة شرطة النجف الأشرف. نعم نعم تفضل. اسم جنابك الكامل. عقيل دوهان حسين سرحان. نعم تفضل. فحصلت مرتين بالنجف وبعدين الفحص الثالث اللي ببغداد ما رفعوا معاملتي بحجة انه اكو نقص بالكتب، بعدين نقص كتاب مال ادلة، بعدين كملت الكتاب. وين كتاب مال ادلة؟ اي كملته يعني ما كان موثق بالمعاملة. زين بعدين كملت، بعدين رفعوها البغداد، سووا محضر لجنبية ورفعوها البغداد، وبعدين خاطبوا الوكالة والموارد البشرية، والموارد البشرية دز الكتاب، ما اعرف شنو مصير هذا الكتاب، يعني هل انه انا مشمول بدول العودة او ما مشمول. طيب احنا راح ندقق اسمك اذا كانت معاملتك منجزة من عدمها، اسمع النداء. رحم الله والديك. اهلا وسهلا بك. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الوشون بالمراقبة، تحياتنا سيدي حضرتك. صباح الخير سيدي حضرتك وأيضا الكادر البرنامج. تفضل سيدي أسمع الجيد أرسل أجل. أشكرك أخي العزيز، صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في وكالة شؤون الشرطة العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل المنتسب سابقا لشرطة النجف الأشرف عقيل دوهان حسين سرحان، تدقيق اسمه ضمن قوام الإعادة مرفوع إلى الموارد البشرية من عدمه. نعم صحيح. نعم سيدي، شكرا سيدي لحضرتك وعلى مسمع مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة سيدي. على مسمع رجاء تفضل. نعم سيدي عقيد حيدر تفضل. هلا مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، تحياتنا وتقديرنا للأخ مقدم سيف المحترم وكادر قناة برنامج الفرات الفضائية، سيتم تدقيق موضوعه واعلامكم. شكرا سيدي. سيدي تحياتنا لحضرتك، برنامج الوشون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم بانتظار الاجابه، واذا كانت اكو اجابه من الحلقات السابقه ان شاء الله الساده مدراء الاقسام ضمن وقت البرنامج. شكرا بارك الله فيك. اذا الاخ عقيل دوهان. نعم حضرتك شكرا واضح. اذا الاخ عقيل دوهان لك اجابه ان شاء الله ضمن وقت البرنامج. ناخذ اتصال اخر ونقول له شلون. نعم تفضل اخي العزيز، اسمعني من التليفون واترك التلفزيون. اترك التلفزيون اخي العزيز واسمعني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السيد العزيز اهلا وسهلا بك.
يا هلا ومرحبا سيدي. والله أنا مقدم على الشرطة. زين. وعاد جيش من 2013 و14 و15. نصينا صوت التلفزيون يمك. نعم نعم صح. وسولف لي شنو أنت مقدم ضمن مديرية إدارة التطوع في وزارة الداخلية؟ نعم نعم سيدي والله تعبت. ايش قد ما طلع اسمك انطوكي تاريخ فحص؟ لا لا ما انطوني والله. اذا انت يعني بانتظار اي رساله تريدك من مديريه اداره التطوع في حال قبولك بالتعيين ضمن سلك الشرطه. ما انا مقدم ما جتني اي رساله. اذا انت مو ضمن الشروط والمواصفات المطلوبه. بس اذا بلد زحمه بس شيء اسمي الله يوفقك. اعطينا اسمك الكامل. قاسم حسن قاسم عبد الرزاق. قاسم حسن قاسم قاسم عبد الرزاق. اسمع النداء اخي العزيز. نعم. برنامج الشؤون للسيطرة على مسمع سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المواطن المتصل قاسم حسن قاسم عبد الرزاق. تدقيق اسمه ضمن مديرية إدارة التطوع إذا كان اسمه موجود بالتقديم لسلك الشرطة من عدمه. شكرا سيدي جدا واضح له مدير شؤون مبنى الوزارة على مسمع سيدي تفضل. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. مدير شؤون مبنى الوزارة للسيطرة في بارك الله بك. صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة وكذلك على كادر برنامج الشؤون وأيضا كافة الأخوة المشاهدين والمستمعين. اخي بارك الله بكم بخصوص اتصال الاخ المتصل قاسم حكم قاسم عبد الرزاق سيتم تفعيل موضوع ضمن قاعده البيانات المتوفره والموجوده ضمن مديريه اداره التطوع الاجابه خلال فتره البرنامج. شكرا لك سيدي العزيز. تحياتنا سيدي لحضرتك. صباح الخير سيدي على الجميع. برنامج الوشون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع بالنداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. اذا الاخ قاسم حسن قاسم ان شاء الله لك اجابه ضمن وقت البرنامج. ناخذ اتصال اخر ولشون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي شلون أمورك؟ أهلا وسهلا بك. مقدمتين سيدي أنا تفضل. صباح كامل متصل بجوان يا سيدي. صباح كامل متصل بنا سابقا صحيح. إي سيدي والله حبيت أسأل عن كتابة أشوف وين وصلت سيدي. عندي كتاب. نعم. 58296. 296 في 14/5 سيدي 2023. 14/5/2023 هذا كتاب من أي دائرة لأي دائرة؟ القانونية سيدي رايح سيدي القانونية. من الموارد البشرية؟ القانونية هي سيدي وعلى مود بيان ريم يسمونه سيدي. يعني هذا الكتاب منين صادر اخي العزيز؟ سيدي القانون من وكالة شؤون الشرطة. من وكالة شؤون الشرطة. صباح كامل؟ اي والله سيدي احب لك بعد كامل كتابي بعد كامل بعد قلب السيد. صباح كامل الثلاثي اسمك؟ جبر. جبر جبر. اسمع النداء. الله يعطيك سيدي. برنامج الشؤون للسيطرة. تفضل سيدي على مسمع تفضل. أشكرك أخي العزيز كذلك عن طريقك منادات السيد مدير شؤون مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل صباح كامل جبر حسب ما يخبرنا أنه عنده كتاب معنون من وكالة شؤون الشرطة إلى الدائرة القانونية رقم الكتاب 58296 في 14/5/23 آخر إجرابي حقا بارك الله بك. شكرا سيدي جدا واضح مدير شؤون مبنى الوزارة. سيدي حضرتك أيضا على مسمع تفضل. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. مدير شؤون مبنى الوزارة والسيطرة أخي بارك الله بك على مسمع اتصال الأخ المتصل صباح كامل جبر. نعم. وسيتم تطبيق موضوع اسمه ضمن مديرية الدائرة القانونية والإجابة خلال فترة برنامج. إن شاء الله سيدي العزيز. تحياتنا سيدي حضرتك. برنامج شؤون سيدي أيضا حضرتك على مسمع سيدي تفضل. أشكرك أخي على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله فيك. نعم اذا الاخ صباح لك اجابه ان شاء الله. مدير شؤون بغداد الرصافي. نعم سيدي عميد جواد الصافي تفضل. نعم شؤون سيدي صعب في اجابه. يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم. سيدي صباح الخير سيدي حضرتك سيدي تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافي اخي اشكرك صباح الخير عليك وعلى الجميع. الله يبارك بجهود الجميع ان شاء الله. تحياتي لاخ المقدم سيد. شكرا سيد. وكادر قناه الفرات الفضائيه والسيطره المركزيه والمشاهدين الكرام. اجابه من الحلقه السابقه بخصوص الاخ المتصل رئيس عرفه الجريح المتقاعد جاسم محمد الشهاب المعين اخوه حامد محمد الشهاب مدير نعم نسبه عجز 100%. تم التالي الى مستشفى ابن الهيثم بغرض جلب تقرير طبي عن حالته الصحيه وتم تحويله من قبل المستشفى الى قسم الاخلاء الطبي
وتم علاجه بزرع قرنية داخل العراق، وحصلت موافقة مديرية الخدمات الطبية بخصوص المعين المتفرغ، ثم مخاطبة مديرية الشهداء والجرحى بخصوص إصدار الأمر، ومتابعين لكافة الإنشاءات. شكرا سيدي، الله يبارك في جهودكم إن شاء الله. شكرا سيدي العزيز، تحياتنا سيدي لحضرتك، كل التوفيق سيدي لحضرتك على متابعة برنامج الوشون. سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذن الأخ المتصل بالحلقة السابقة جاسم محمد الشاب اللي لديه نسبة عجز 100%، تم متابعة موضوعك من قبل السيد مدير بغداد الرصافة وأنجزت كافة المعاملات والإجراءات اللي ضمن هذه الدوائر اللي ذكرها السيد العميد المحترم. نأخذ اتصال آخر. ولشون السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون سيدي؟ أهلا وسهلا بك. الله يرحم والديك، إذا تسمح لي 3 دقائق من وقتك. احنا الوقت كله لكم، بس عندك تختصر لنا لأن اكو كثير من المتصلين، تفضل. ماشي، أنا عباس سعد فاهم من السماوة. عباس شنو؟ عباس سعد فاهم سيدي. سعد فاهم؟ إي سيدي. أهلا وسهلا بك، تفضل. بك أكثر سيدي، الله يسلمك. سيدي أنا حبيت فاحصين أنت من كل إجراءاتي. نعم. اجتني رسالة سيدي، عليك مراجعة الجهات التحقيقية والقضائية لغرض تزويد مديرية الأدلة الجنائية بما يعيد حجم القضية. معناته عندك قضية سابقة وكو قيد جنائي بحقك، فلازم تجيب ما يؤيد حسم القضية. حسمت الدعوة. حسمتها، تأخذ أولياتك وتتوجه بكتاب رسمي إلى مديرية إدارة التطوع. سيدي ما أعطوني، قالوا لازم إحنا نوديه للأدلة الجنائية العامة مصر بغداد. إيه جيد، يعني يروح بالبريد، شنو المشكلة؟ إيه سيدي بس يعني عندي رقم متارك الكتاب، بس ردي تتابعها. رقم الكتاب اللي طلع من الأدلة إلى التطوع؟ اي والله لا سيدي، للاداره للادله الجنائيه سيدي. أيوة من من الجنائيه. اخي العزيز بس اهدى، بس اهدى. المحافظه للادله الجنائيه مال بغداد. من الادله الجنائيه مال محافظتك الى الادله في بغداد؟ اي سيدي. ايش قد رقم الكتاب؟ ايش قد رقم الكتاب؟ هذا 2116. 2116. اي في 5/6/2023. اسمع النداء، هذا من محافظه المثنى؟ اي سيدي للادله الجنائيه العامه. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. تفضل سيدي على مسمع، تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل عباس سعد فاهم من المتقدمين للتعيين ضمن سلك الشرطة، عند كتاب معنون من الأدلة الجنائية في محافظة المثنى إلى مديرية الأدلة الجنائية في بغداد، رقم الكتاب 2116/5/6/23، متابعة آخر إجراء بحقه وإرساله إلى مدير التطوع من عدمه. شكرا سيدي، جدا واضح. مدير شؤون بغداد الرصافة، ألو مدير شؤون بغداد الرصافة سيدي تفضل. نعم سيدي تفضل. حضرتك أيضا على مسمع. مدير شؤون بغداد الرصافة، أخي أشكرك، الله يبارك في جهودك إن شاء الله. نعم سيدي. على مسمع من اتصال الأخ عباس سعد فاهم، سيد من الاتصال مدير الأدلة الجنائية واتخاذ ما يلزم ومتابعة الموضوع. شكرا سيد العزيز، تحياتنا سيد الحضرتك برنامج الوشون سيد الفطر. أشكرك على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. إذن الأخ عباس سيتم إجراء اللازم إن شاء الله من قبل السيد مدير بغداد الرصافة المحترم. نأخذ اتصال آخر للشؤون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ علي الاسم محمد مهدي هادي. محمد مهدي هادي كربلاء. هادي لو هاشم؟ هادي من اهالي كربلاء المقدسه. نعم تفضل. الله استاذ، احنا عندنا كان مكان نشتغل فيه قريب على باب طويريد. نعم قريب على باب طويريد، اكو منطقه قريبه هي حق الدير يسمونها تابع الحرمين. نعم. هاي الحرمين، اي هاي مسؤولها حميد انوار. نعم. اي هذا المكان انا فتحت فيه على باب الله، اجوا عزلوني فردهم، طشروا الغراضي، هذا الحكي من زمان. رحت للمقر اللي هو قريب على باب بغداد، رحت للعميد انور التقيت فيه، قال هذا المكان ممنوع واحد يفتح فيه. اذا اكيد بيه توجيهات. نعم انا التوجيهات احترمها. نعم. والقانون احترمها. نعم. اي وقلت له صار شو اجت مثل ايام لقيت 4 5 فاتحين بالمكان. يعني هسه اكو ناس مفتحين نفس موضوعك؟ نعم، يم الكرفان مال العتبه، يم سياج ما بين الحرمين. زين، احنا نريد جنابك تراجع. جنابك؟ وانا مع العلم راجعت هواي استاذ. بس اسمح لي. راجعت هواي وقام يقولوا لي ما هو العميد. اسمح لي يا اخي العزيز، احنا نريدك تراجع مقر الشؤون الداخليه.
اسمعني؟ نعم. تراجع العميد خضير الصافي، راح نخلي اسمك بالاستعلامات ويكون بانتظارك. سمعتني؟ الصوت ما واضح صار. تراجع مدير الشؤون الداخلية في كربلاء. برنامج الشؤون للسيطرة. تفضل سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة كربلاء المقدسة العميد خضير الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل محمد مهدي هادي، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع لشكوى أو طلبه. شكرا سيدي، جدا واضح. ألو مدير قسم شؤون كربلاء المقدسة. نعم سيدي. حضرتك أيضا على مسمع مدير قسم شؤون كربلاء المقدسة سيدي تفضل. سيطر على مسمع من نداء الاخ مقدم سيف، كذلك الاخ المتصل تم تثبيت اسمه ضمن الاستعلامات. احنا ان شاء الله نكون بانتظاره، واي حل المشكله اللي طرحها خلال البرنامج ان شاء الله سيتم معالجتها. شكرا سيدي. التنسيق مع قسم حمايه الحرمين. تحياتنا لك وتحياتنا للاخ مقدم سيف. شكرا سيدي العزيز. بالتوفيق سيدي حضرتك، شكرا سيدي. برنامج الوشون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. إذا الأخ محمد مهدي تم الاتصال بالسيد مدير شؤون كربلاء المقدسة العميد خضير الصافي المحترم، فيكون بانتظارك ولحال موضوعك ومشكلتك. ناخذ اتصال ونقول ألو شؤون. نعم. ألو. ألو السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي أنا صاحب على وزارة الداخلية 2017. شو اسمك؟ علي الشرفي الاتحادي. امير علي عباس كاظم. امير علي عباس كاظم. نعم سيدي، بس اشوف الاسم لان لحد الان لا طلب معلومات. انت جتك رساله بال 22 اخ العزيز؟ نعم سيدي. انت بال 22 ايدت الفحص؟ عدت الفحص؟ عدت الفحص نعم. اذا انت بعد تنتظر رساله تردك من مديريه اداره التطوع وطلب المعلومات سيدي. أخي العزيز احنا ما معنيين يعني بطلب المعلومات، انت معني بالرساله، هاي اجراءات تابعه لمديريه اداره التطوع. نعم انت يعني هذا ما يهمك الموضوع. اخي العزيز بس اسمح لي، اي شخص نعم تكتمل اجراءاته راح ترد رساله من المديريه بتاريخ المراجعه الجديد، فانت انتظر رساله من مديريه اداره التطوع. شلون اعرف ان انا مقبول بالفحص؟ رساله اخي العزيز، هي رساله تجيك، رساله تجيك تقول لك تم قبولك او تم رفضك. شكرا لك ولاتصالك. ناخذ اتصال اخر ولا شلون؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون سيدي؟ اهلا وسهلا بك. وياك رحيم. رحيم حسين من محافظة ميسان. رحيم حسين. حسين شنو؟ سيدي انا احد الفاحصين 2017. اعطينا اسمك الكامل. رحيم حسين فرشان. العفو شنو الثلاثي؟ فرشان فرشان بالفاء. فرشان بالثاء؟ اي بالفاء فرشان؟ اي نعم سيدي فرشان. تفضل. سيدي انا احد الفاحصين 17 فحصت وتمت بال 22. جيد. اي وتم كاف الاجراءات. نفس الاخ المتصل قبل قليل. تنتظر رساله، تنتظر رساله تجيك من مديريه اداره التطوع. سيدي بس انا فاهمك. انا خبركم قبل بالحلقات السابقه. زين. مرفوض طلعت مرفوض ولا اي شيء. اذا مرفوض. إذا مرفوض يعني معناته عندك مشكلة بالفحص الطبي أو باللياقة. سيدي أنا ما في أي شيء يعني مستعد. خلنا أسمعك الأخ المخرج إذا تخلي صوته واضح. نعم. أخ رحيم تفضل. نعم سيدي أنا ما في أي شيء، لا عملية ولا وشم ولا أي شيء. راح ندقق اسمك، بس تأكد لي من الثلاثي فرشان بالفاء. مهودر. فرشان فرشان. فرشان نعم. فرشان مهودر. مهودر رباعي. مهودر. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. على مسمع سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد العميد عقيل المحترم فيما يخص موضوع المتصل رحيم حسين فرشان مهودر فاحص 2017 أكمل كافة إجراءات تدقيق اسمه موجود من عدمه بارك الله بك. شكرا لك سيدي. ايضا على مسمع مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي تفضل. نعم سيدي عميد عقيل تفضل.
مدير شؤون مبنى الوزاره للسيطره اخي بارك الله فيك، على مسمع اتصال الاخ المتصل للمعلومات بخصوص اتصال السابق الخاص بالاخ المتصل قاسم حسن قاسم عبد الرزاق. نعم. للمعلومات تم تدقيق موضوع اسمه اثنين اسمه غير موجود من قاعده البيانات. ايضا بخصوص اتصال الاخ المتصل صباح كامل جبر اللي بين اتصاله انه موجود ويا راي من وكاله شؤون الشرطه باتجاه الدار القانونيه بمقر الوزاره. للمعلومات هذا الموضوع ما يخص فقط الاخ المتصل صباح وانما مجموعه من الاسماء، وحاليا منظور ضمن هيئة الرأي موجودة في ضمن الدائرة القانونية للبث بالموضوع وإجابة وكالة شؤون الشرطة. تبارك الله بك. نعم سيد العزيز. نعم. تحياتنا سيد حضرتك أيضا المتصل رحيم حسين فرشان. نعم. هو نفس الاجراء مثل ما بلغنا السيد العميد. اخي بارك الله بك، اتصال الاخ المتصل رحيم حسين فرشام، المعلومات حاليا اسمه ضمن التدقيق والاجابه. ان شاء الله بانتظار الاجابه السيد العزيز. نعم الاخوان في السيطره. تحياتي لحضرتك ايضا على مسمع سيدي برنامج الو شؤون، تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. اذا هذه هي الاجابه بخصوص المتصلين السابقين فيما يخص التطوع على سلك الشرطة. ناخذ اتصال اخر ولشؤون. نعم. نعم اخي العزيز تفضل. الو. 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 الو تفضل نسمعك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الله يساعدك، انا الجريح جاسم محمد الشاب قبل شويه جاوبتوني. نعم. هذه مو على مود هذه بخصوص المعيل، فالجهات الطبيه مجاوبين الشهداء والجرحى. نعم. بحصه الموافقه، الشهداء والجرحى قبل اربع اشهر او ثلاث اشهر رافعين كتاب للموارد البشريه. نعم. فاخر كتاب تاكيد رفعته شؤون الشهداء والجرحى رقم 6180. مثل ما بلغنا السيد العميد انه اجراءات مكتمله فقط بانتظار اصدار الامر الاداري، ما عندك شيء. حبيبي هو مو صار اربع اشهر الامر الاداري. انطينا اخر كتاب من الشهداء والجرحى للموارد البشريه. اخر كتاب تاكيد سويته الشهداء والجرحى. انطينا رقم تاريخ. رقم عندي 6180. نعم. في 5/6/2023 اخر كتاب تاكيد سوته الشهداء والجرحى للموارد البشريه. اسمع النداء. كتاب بالموارد البشريه. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطره. تفضل سيدي على مسمع تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون مبنى الوزاره العميد عقيل المحترم فيما يخص المتصل بالحلقه السابقه واللي اجابنا حاليا السيد مدير شؤون بغداد الرصافه المتصل جاسم محمد شهاب. حسب ما يخبرنا انه كانت عنده نسبه عجز 100% وتم حصول موافقه السيد معالي وزير الداخليه على المعين اللي هو حامد محمد شهاب. حاليا كتابه تم التاكيد عليه من مديريه الشهداء والجرحى، رقم الكتاب 6180 في 5/6/23 بخصوص اصدار الامر الاداري الخاص بالمعين. متابعه اخر اجراء للمعلومات حسب ما يدعي وخبرنا الاخ المتصل انه صار له اكثر من اربعه اشهر الكتاب. موافق ان شاء الله سيدي. ايضا على مسمع مدير شؤون مبنى الوزاره سيدي تفضل. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. اخي بارك الله بك، على مسمع اتصال الاخ المتصل وسيتم تدقيق موضوعه والاجابه خلال فتره البرنامج. نعم سيدي شكرا. ايضا سيدي على مسمع حضرتك رقم الكتاب 6180. واضح. في 5/6. نعم. نعم سيدي عميد عقيل. اخي بارك الله بك، طلبك صحيح، تم تثبيت رقم الكتاب 6180 في 5/6. إذا الأخ برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. إذا الأخ جاسم محمد شهاب إن شاء الله لك إجابة من السيد مدير شؤون مبنى الوزارة. نعم سيدي عميد. برنامج الشؤون سيدي صعب إجابة رجاءً. يتفضل السيد مدير شؤون بغداد الرصافة المحترم. تفضل سيدي تفضل. نعم سيدي عميد جواد تفضل. نعم سيدي النداء انقطع. تفضل سيد العزيز. سيدي النداء الثانية رجان. أخي خصوص المتصل إلى الشهداء والجرحى. متابعين الموضوع. النداء كان متقطع، إذا الإخوان بالسيطرة يسمعون. خصوص المتصل جاسم محمد شهاب. هو المقصود سيدي رجان.
اخي هو المقصود. بارك الله بك، اشكرك. تحياتنا سيدي لحضرتك، برنامج الو شلون سيدي، تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، بالإمكان التنسيق مع مبنى الوزارة لغرض إنجاز طلب الأخ الجريح. شكرا، بارك الله فيك. إذا حاليا نأخذ فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. عودة مرة أخرى مشاهدي متابعي قناة الفرات الفضائية، متابعي برنامج الشون، عودة للاتصالات وناخذ أول اتصال بعد الفاصل. الشون تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا اسمي المواطن حميد فرعون عذاب، أنا مخابركم مرتين قبل هاي الثالثة. شنو كان موضوعك أخي العزيز؟ موضوعي نقل نفوس حبيبي، أنا نقل مقدم على الإنترنت. نعم، بلغناك أن أنت مال استمارة صحيح؟ عيني، حولتوني على مدير شؤون البصرة. نعم، ناديتوني، والإنسان قمة بالأخلاق والقمة، والله حاول يساعد بكل طريقة، بس لازم يقول لازم تجي رسالة ثالثة. رسالة ثالثة مين؟ تجي من تم بها وموافقة رئيس وزير الداخلية. نعم، فأنا أطلب منكم تنادون لعلي يعني، ورقم تسلسل لا تريد أعطيك إياه. أخي العزيز، أنت نقل نفوس من أي محافظة لأي محافظة؟ انا نقل نفوس من الناصرية، من قضاء الدوائر الى قضاء الزبير في البصرة. يعني من محافظة ذي قار الى محافظة البصرة. اي صح. راح نشوف لك انه هذا الموضوع يستوجب موافقة السيد معالي وزير الداخلية وموافقة السيد مدير عام الجنسية. اسمع النداء. والنعم منك. برنامج شؤون للسيطرة. تفضل سيدي على مسمع، تفضل. اشكرك اخي العزيز بخصوص اتصال المواطن حميد فرعون عذاب، يستفسر إذا كانت موافقة نقل النفوس من محافظة إلى أخرى حصرا موافقة السيد معالي وزير الداخلية المحترم أم السيد مدير عام الجنسية المحترم. عن طريقك للنداء للسيد مدير شؤون بغداد الرصافة بخصوص هذا الاستفسار. شكرا سيدي، جدا واضح. مدير شؤون قسم بغداد الرصافة سيدي حضرتك على مسمع رجان. نعم سيدي عميد جواد، تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافة، أخي السلام عليكم، على مسمع من الداخل. تأمين النداء سيد العزيز، النداء غير واضح. مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، مكان تقديم طلب، ونتابع الموضوع إن شاء الله، بارك الله حضرتك. نعم، النداء كان غير واضح. برنامج الوشون سيدي حضرتك أيضا على مسمع، سيدي تفضل. النداء غير واضح، إذا بالإمكان إعادة النداء. نعم سيدي، هو المقصود مدير شؤون بغداد الرصافة سيدي، ممكن إعادة النداء رجاء سيدي. اخي اشكرك، الله يبارك في جهودكم، على مسمع من الاخ المتصل حميد فرعون عذاب بخصوص نقل النفوس. نقل النفوس من صلاحيه مدير عام الاحوال المدنيه والجوازات والاقامه، وان شاء الله متابعين بكافه الاجراءات. اشكرك. نعم، شكرا سيدي لحضرتك على المتابعه. برنامج الوشون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذا الأخ المتصل حميد فرعون عذاب، بإمكانك أنه تقدم طلب على مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة، بإمكانك تقديم طلب عن طريق موقع مديرية الجنسية أو عن طريق جنسية المحافظة اللي ترغب بالنقل إلها، ومن ثم تستحصل موافقة السيد مدير عام الجنسية لنقل النفوس. ناخذ إجابة من السيد مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة. برنامج الشؤون للسيطرة، يتفضل العقيد حيدر المحترم مدير شؤون وكالة شؤون الشرطة. تفضل سيد صاحبتك إجابة، تفضل. نعم، خصوص عقيل دوهان. بالنسبة لإجابة الأخ المتصل عقيل دوهان حسين، كتاب وكالة شؤون الشرطة إلى مديرية شرطة النجف ذو العدد 61833
في 5/4/2023 المتضمن لا مانع من رجوعه للخدمة بعد إقرار الموازنة. واضح إذن إجراءاته مكتملة. تحياتنا سيدي حضرتك أيضا على مسمع سيدي برنامج الوشون سيدي الفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من النداء، شكرا بارك الله فيك. إذن الأخ المتصل عقيد دوهان حسين، إجراءاتك مكتملة فقط بانتظار قرار الموازنة إن شاء الله. نأخذ اتصال آخر ولشون. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إحنا نفوسنا خان بني سعد. زين. وقدمنا على هؤلاء الموحدة ماكو من شهر الثالث. ولحد الان ماكو من دون عالم احنا هسه، وعندنا جهال وهاي التغذيه الموحده، وظل صار بغداد جديده يعطونا 15 يعطونا، واحنا ماكو. بس اسمح لي من الشهر الثالث لحد الان. هسه اريد اسولف وياك. اسمح لي يا اخي العزيز، اريدك تهدأ. تفضل. حتى نسولف ونحل مشكلتك، انت جنابك من سكنه محافظه ديالى. اي والله خان نفوس خان بني سعد. نفوس خان بني سعد، شنو مشكلتك راجعت؟ بس اسمح لي يا اخي العزيز. اسمح لي بس اسمح لي جنابك، راح نقطع الاتصال اذا تظل انت تسولف ويانا بهذه الطريقه، لان ما راح نوصل الى حل. اخي العزيز احنا نريدك تهدأ والجو كله لك، واحنا برنامجنا خاص لتقديم الخدمه جنابك. اشكرك. اهدأ، موضوعك شنو بالهدوء؟ انت قدمت معامله ترويج بطاقه موحده وما صدرت؟ لو بعدك ما مقدم. اصح من شهر الثالث قدمت؟ قدمت وكملت واخذ بصمه. يعني بعدها ما مطبوعه قصدك؟ لحد الان كل شيء ماكو من شهر الثالث لحد الان. يعني ما مطبوعه؟ ما مطبوعه؟ يعني ماكو لحد الان ماكو، روح عليهم يقول بعد ما جاي، روح عليهم يقول بعد ما جاي، صار من شهر الثالث لحد الان، هاي شهر الثالث. اخوي العزيز معاملتك كملتها بس ما مطبوعه البطاقه، صحيح؟ ايه. شو اسمك الكامل؟ حسين علي. حسين علي شنو؟ العقيلي. اسمك الثلاثي يا اخي العزيز؟ حسين علي شوير. شنو العفو؟ حسين علي شوير. شوير؟ ايه. شوير؟ الاخ المخرج؟ شوير 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 شوير. شوير. ايه نعم. شوير شوير والله يعني ما ضبطت عندنا. اسمعني. شوير شوير. ايه. برنامج شلون للسيطرة؟ نعم سيدي اسمع السيد تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه ديالى العميد خير الله المحترم فيما يخص موضوع المتصل حسين علي شويل، تدقيق اسمه ضمن البطاقه الموحده في ديالى، معاملته منجزه من عدمها بارك الله بك. تحياتنا سيدي حضرتك ايضا على مسمع مدير قسم شؤون محافظه ديالى. نعم سيدي تفضل. نعم سيدي تفضل. نعم سيدي تفضل. تأمين النداء لخو مدير قسم شؤون محافظة ديالى. نعم إذا تأمين النداء ومناداتنا من قبل السيد العنا برنامج الشؤون سيدي راح يتم الاتصال بسيد مدير شؤون محافظة ديالى. نعم وعن طريق الهاتف. أشكرك أشكرك أخي العزيز، تأمين النداء إن شاء الله. شكرا بارك الله بك. إذا الأخ حسين راح يتم متابعة موضوع إنجاز بطاقتك الموحدة. ناخذ اتصال شكرا آخر. واضح. ألو شلون تفضل. ألو السلام عليكم. عفوا وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي أنا عندي مجلس هروب بالشرطة الاتحادية. اسم جنابك الكامل ودارتك الصحيحة. كاظم خزعل حاتم. كاظم خزعل حاتم. حاتم. نعم. وين كنت تداوم؟ بأي فرقة أي لواء؟ فرقة الثالثة لواء 11. لواء 11. نعم تفضل. وصعدت محكمة. جيد. وعند قرار المحكمة. وهذا نعم. اسمي بفترة موجود يعني كل فترة أنا اللزم. يعني بعد أمر القبض معمم بالسيطرات. يعني أنا صعدت محكمة 12/9/2022. عندك قرار المحكمة؟ إيه موجود فيه. إيه يعني بإمكانك إنه إظهاره للسيطرات ويتبين إنه عندهم أنت كنت مطلوب على المادة 5 من قانون العقوبات وعندك نعم. الإفراج من قبل المحكمة الحكم. ايه والله بس يعني شلون يشال اسمي؟ راح نزود اسمك بالدائره القانونيه في قياده قوات الشرطه يعني الاتحاديه ونعمم مع السيطرات. برنامج يعني شلون للسيطره؟ تفضل سيدي على مسمع تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في قياده قوات الشرطه الاتحاديه العميد محمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل كاظم خزعل حاتم منسوب الفرقه الثالثه لواء 11 سابقا ك
كان معمم أمر قبض بحقه ضمن السيطرات بسبب الهروب، وتم إحالته إلى المحكمة وتم الحكم عليه بسبب الهروب وأكمل محكوميته، فقط تدقيق اسمه ورفع كتاب آخر لاحق لرفع اسمه من السيطرات. سليمات. شكرا سيد السليمات. سلام مدير قسم شؤون الشرطة الاتحادية سيد فضل. مدير شؤون الاتحاديه خلينا نشكرك على ما سمعنا ده الاخ مقدم سيف، تحياتنا له تحياتنا لك. شكرا سيدي العميد. تم تسجيل معلومات الاخ المتصل، راح يتم التنسيق مع قانونيه الشرطه الاتحاديه ومعالجه الموضوع. تفضل. شكرا سيدي العزيز. نعم سيدي حضرتك على المتابعه برنامج الوشون سيدي. تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله فيك. إذا الأخ كاظم خزعل تم استلام النداء من السيد مدير شؤون الشرطة الاتحادية العميد محمد المحترم، وراح يتم متابعة موضوعك. ناخذ اتصال آخر ولشؤون. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي؟ أهلا وسهلا بيك. أنا والدي الشهيد. الله يرحم الشهداء جميعا. محمد والديك من محافظة الأنبار، اسم الشهيد جندي عقلة نايف. جندي؟ جندي، اسمه جندي عقلة نايف. اسمك أنت جندي؟ لا، الوالدي. والدك اسمه جندي عقلة نايف؟ نعم، جندي عقلة نايف. وين كان يداوم؟ يداوم بالنهرية مع محافظة الأنبار. يعني بالشرطة النهرية ضمن قيادة الشرطة؟ نعم، مركز الشرطة النهرية راهي. نعم، تفضل. نعم، هو واخوانه 4 استشهدوا في مجزره البنمر. زين، الله يرحمهم جميعا. يرحم والديك. بس على مود بس نهايه خدمه، ولا لا تعويضات ولا نهايه خدمه استلمنا. لا، يعني امر استشهاد صدر؟ عندنا امر استشهاد وغضب راتبه كل راس شهر. جيد. وبس قلت لك امر بس نهايه الخدمه والتعويضات ما استلمنا، لا تعويضات ولا نهايه الخدمه. لا له ولا لاخوانه؟ اخوانا استلموا بس لنهايه الخدمه، بس ظل الوحيد جندي ما سلم لنهايه خدمه. اسمع النداء اخي العزيز. نعم. برنامج الشؤون للسيطره. اسمع سيدي. تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخليه في محافظه الانبار العميد اسعد المحترم فيما يخص موضوع المتصل ابن الشهيد جندي عقله نايف منسوب شرطه الانبار النهريه. حسب ما يخبرنا انه صدر امر بالاستشهاد ويتقاضون الراتب، فقط نهايه الخدمه والمكافاه لم يستلموها لحد الان. متابعه موضوعه كونه من عوائل الشهداء. تحياتنا سيدي حضرتك، جدا واضح. الو مدير شؤون قسم محافظه الانبار، تفضل سيدي ايضا حضرتك على مسمع. تفضل. نعم سيدي عميد اسعد، تفضل. مثل ما واحد اسمعك واضح، تم تدوين شكوى المواطن من الشهيد جندي عقله نايف، تم اتخاذ اجراء فعلا، اشكرك. شكرا سيدي العزيز. حياتنا سيدي حضرتك، برنامج الوشون سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا للمتابعه. اذا الاخ ابن الشهيد جندي عقله تم استلام النداء من قبل السيد مدير شؤون الانبار، وبامكانك كذلك مراجعه مقر شؤون الانبار بخصوص اللقاء بالسيد العميد ومتابعه موضوعك بصوره شخصيه. ناخذ اتصال اخر ولشؤون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بنفتح معانا المواطن ابراهيم حسن من ميثان. اسمعني يا جد. ابراهيم حسن. لحظه سيد. من ميثان. اهلا وسهلا بكم كل اهالي ميثان. الله يحفظك يا طيب. ادى اخويا مريض متقاعد. نعم. مفوض مرور اسمه لؤي حسن حنتوش مشيسر. لؤي حسن حنتوش. لؤي حسن عنده عجز قلب وعنده انفصام بالشخصيه. صحه وعافيه ان شاء الله، شفاء. الله يحفظك. فهو طول نسبه عجز قبل سنه ونص. هو متقاعد حاليا؟ لا، بعد احنا نسال، عنده كتاب صادر يعني واصل مراحلها الاخيره بالوكاله، وكاله الوزاره لشؤون الشرطه. ايش قد رقم الكتاب؟ تقاعد المراتب. رقم الكتاب 43293. في؟ صادر يوم 9/5. 9/5، هذا من قيادة شرطة ميسان؟ لو من المرور؟ لا، من مديرية المرور العامة. من المرور؟ إلى الوكالة. بخصوص موضوع عام التقاعد؟ هو مجرد بس يبلغون التقاعد انه هذا التقاعد، لان تعبنا بصره بغداد وهو وضعك الساعه ننام بيه بالعنايه المركزه. راح نتابع لك هذا الموضوع اخي العزيز، واسمع النداء وتاخذ اجابه ان شاء الله. اي والله يا ريت، هو ممنون منك ومشكورين على هالبرنامج الجميل، وفي ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. هذا البرنامج هو بتوجيه من السيد معالي وزير الداخليه المحترم، وهو باب من ابواب الوزاره. اسمع النداء اخي العزيز. برنامج الشؤون للسيطره. سيد تفضل.
اشكرك اخي العزيز. عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخليه في وكاله شؤون الشرطه العقيد حيدر المحترم فيما يخص موضوع المتصل لؤي حسن حنتوش، عنده كتاب موجه من مديريه المرور الى التقاعد في الاداره في وكاله شؤون الشرطه، رقم الكتاب 43293 في 9523. متابعه موضوعه واخر اجراء بحقه. شكرا سيدي، جدا واضح. هلا مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه سيدي حضرتك، ايضا على مسمع من المتصل ابراهيم حسن حنتوش. الموضوع يخص لؤي. هلا مدير شؤون وكاله شؤون الشرطه، تم تثبيت فيما يخص موضوع مفوض لؤي حسن حنتوش، سيتم تدقيق موضوعه واعلامكم. شكرا سيد العزيز. سيد حضرتك على المتابعة برنامج الوشون، سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد المحترم. قبل قليل كان اكو نداء، تفضل المنادي. صعبت اجابة سيدي من قبل مدير شؤون محافظة ديالى، على مسمع سيدي صعبتك اجابة تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سيد العزيز. قبل قليل اسف كان خلل فني شويه بسيط. الاخ حسين علي شويه ايضا موجود ومعاملته كامله، لكن عندك علم البطايق حسب التسلسل اللي يباصوني لتاريخ 23/1 فما فوق يحضرون لاستلام بطايقهم، فما بعد هذه الفتره على طبعا التسلسل مالهم وعلى عدد البطايق اللي تسال. بارك الله فيك، ويتفضل يتوجه لنا ايضا لمكتبنا، احنا حاضرين نقوم بالواجب اتجاهه. شكرا سيدي العزيز. بالتوفيق سيدي حضرتك على المتابعة، شكرا سيدي، جدا واضح. برنامج الوشون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذا الأخ المتصل حسين علي، معاملتك ضمن الإجراءات وبانتظار طبعا إن شاء الله مكتملة. ناخذ اتصال آخر ولشون. الوشون تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون سيد العزيز؟ اهلا وسهلا بك. سيد عندي سؤال، بلزم عليك، عندي تغيير لقب، شنو الاجراءات؟ تغيير لقب؟ اي نعم. قدمت طلب انت عن طريق المديريه الجنسيه؟ لا ما قدمت والله، قالوا حجز على الانترنت، ما اعرف شلون. نعم. ما اعرف شنو الاجراءات. اسمع النداء اخي العزيز بهذا الصدد. برنامج الشؤون للسيطره. برنامج الشؤون سيدي، اسمع سيد تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل. الأخ يستفسر عن آلية تقديم طلب تغيير اللقب وشنو الإجراء المتبع. بارك الله فيك. شكرا سيدي، أيضا على مسمع السيد مدير الشؤون بغداد الرصافة سيد الصفر. نعم سيد عميد جواد الصافي المحترم. مدير شؤون بغداد الرصافة، أخي السلام عليكم. على مسمع من نداء الأخ المتصل، بإمكانه تقديم طلب لمدير عام الأحوال المدنية وجواز الإقامة مع كل مستلزمات، وراح نتابع الإجراءات إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا سيدي، إذا بالإمكان تقديم طلب. شكرا سيدي، جدا واضح. برنامج الوشون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من النداء، الأخ المتصل بعدك ويانا؟ نعم سيدي. أخي بإمكانك تقديم طلب عن طريق مديرية الجنسية العامة للسيد مدير عام الجنسية المحترم. مشكور سيدي. تأخذ مستمسكاتك وإثباتاتك بخصوص تحويل اللقب. شكرا لك ولاتصالك. نأخذ اتصال آخر ولشؤون. ألو. 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 ألو تفضل أختي العزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ يا أهلا وسهلا، تفضلي. يعني انا زوجي مقدم ركن، توفى بال 2005. مقدم ركن؟ اي. شو اسمه؟ بال 2005. زياد ابراهيم حسن. زياد ابراهيم؟ ابراهيم حسن حبيب. حسن حبيب، تفضلي. اي. فانا بالنسبه لي مديره مدرسه، ما يعني كنت مشغوله حيل، ما راجعت اي شيء، ما راجعت. فبال 2012 13 ما اتذكر، دا اتصفح بالفيس وشفت انه اسم رجلي موجود، فكاتبين على الدوات المدرجه اسمائهم مراجعه تذويهم. فرحت انا. زوجك كان منسوب وزاره الدفاع او الداخليه؟ لا، كان هو بالاصل هو دفاع، لانه هو الاركان، بس منه صار السقوط تحول الى شو. اذا كان على الداخليه، باي دائره خدم؟ اي. باي دائره كان بالداخليه؟ شلون؟ وين كان يداوم بالداخليه؟
على مديرية شرطة صلاح الدين. شرطة صلاح الدين، نعم. مركز شرطة الدار. اي فرحت اني سويتها، رحت سلمت التكفين والدفنه، بعدين قالوا خليني نسوي لكم اياها شهداء اللي اثناء الخدمه من جرائها. نعم. فرحت سويت معامله بال 2019 تعرف توقف الامر الديواني 107. فهسه رجع الامر الديواني، من رجع الامر الديواني هم رحت سويت مظلمه وكملتها، فرجع عن طريق الموارد البشريه غير مشمول. زين ليش غير مشمول؟ انا قرات المجلس التحقيقي انه هو كان بالدوام، تعرض الى وعكه صحيه، نقلوه للمستشفى، توفى على اثرها. زين. فقالوا لي تعال سوي مظلمه، رحت سويت مظلمه. جيت التلاطع، رحت على الموارد البشريه، سويت مظلمه، ما اعرف يعني. وين بالموارد البشريه جناب ايش راجعتي؟ وزاره الداخليه بغداد. العفو، الموارد البشريه اي قسم؟ يعني في مبنى الوزاره بالطوابق؟ لا لا، هاي جو التقاعد والشهداء. ها الشهداء والجرحى. عافيه. اي 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 هناك يا راجل. نعم. فطلع لي واحد ما اعرف شو اسمه، ما سالته، فقال لي تروحين على رائد وسام صلاح الدين تسوين مظلمه. والله خبرته، ما رحت، خبرته رائد وسام، قال لي انا راح نتابع هذا الموضوع ضمن بغداد وضمن صلاح الدين. وبامكانك كذلك مراجعه العميد الدكتور مصطفى المحترم مدير شؤون صلاح الدين، تاخذي له الاوليات وراح يكون بانتظارك لغرض متابعه هذا الموضوع. وين يدوم هو؟ مصطفى مدير شؤون صلاح الدين قرب قياده الشرطه. ها ها ها، يلا ماشي، عينك تسلم. راح يكون بانتظارك. اسم جنابك؟ انا كافي. شو اسمك العفو؟ كافي محمد مهدي. كافي؟ ايه محمد. توجهي لمقر شؤون صلاح الدين. ايش وقت اروح لهون؟ تقدرين هسه تروحين. وانا شو اسمه؟ انا بالدوار وهو بتكري، خلي على اي يوم اروح. اي يوم تحبين تراجعين راجعي. احاول اخابر افضل؟ لا، مراجعة افضل حتى تاخذين اولياتك معك. يلا ماشي عيني ماشي. اسمعي النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون سيدي، ناديتنا تفضل. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في محافظة صلاح الدين العميد الدكتور مصطفى المحترم فيما يخص موضوع المتصلة كافي محمد زوجة الشهيد المقدم الركن زياد إبراهيم حسن. حسب ما تخبرنا أنه إجراءات المجلس التحقيقي كانت أثناء الخدمة ومن جرائها تم إجابته من قبل الموارد البشرية مديرية التقاعد أنه غير مشمول بكتاب الاستشهاد وهو ليس من الخدمة ومن جرائها حسب ما خبرتنا، تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات، متابعة موضوعها في حال انه اكو اجراءات ضمن مقر الوزارة ارسالها لنا بكتاب رسمي لغرض عرضها امام منظار السيد العام المحترم ومتابعة الموضوع. سلمت؟ شكرا سيدي، جدا واضح. ايضا على مسمع مدير قسم شؤون صلاح الدين. نعم سيدي عميد مصطفى المحترم. المواطنة كافي محمد، تم استقبالها وحل شكواها رجاء سيدي. نعم. معاون مدير قسم شؤون صلاح الدين. تم تدوين الاسم وبانتظار المشتكى باستصحاب الاوراق الرسميه الخاصه بها باي وقت. اشكرك. نعم. سيادتنا سيدي حضرتك، شكرا سيدي، جدا واضح. برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز. كذلك من أداة السيد مدير شؤون بغداد الرصافة العميد جواد الصافي وإشعاره بالاسم المقدم لكم زياد إبراهيم حسن، متابعة موضوعه كذلك ضمن مديرية الشهداء والجرحى والتقاعد. أحد شكوى المواطنة كاظم محمد. مدير شؤون بغداد الرصافة، أخي السلام عليكم، على مسمع من نداء الأخت المتصلة كاظم محمد خصوص المقدم الركن زياد إبراهيم حسن. أتيت بالاتصال بمديرية التقاعد لمعرفة التفاصيل والإجراءات وإجابتكم خلال فترة البرنامج. شكرا سيدي. نعم نعم سيدي عميد جواد صافي المحترم. إن شاء الله سيدي موفق. برنامج أهل وشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات، شكرا، بارك الله بك. إذا الأخت كافي راح يكون إليك متابعة وإجراء من قبل السيد مدير شؤون بغداد الرصافة وكذلك السيد مدير شؤون صلاح الدين المحترم. مدير شؤون مبنى الإدارة للسيطرة. نعم سيدي عميد عقيل تفضل. يتفضل السيد مدير شؤون مبنى الوزارة المحترم. تفضل سيدي، بصحبتك إجابة سيدي تفضل. أخي بارك الله فيك، بخصوص اتصال السابق الخاص بالأخ المتصل جاك محمد إشاد. نعم. اللي بين باتصاله انه لديه نسبة عجز 100% ويحتاج الى معين اللي هو شقيقه حامد محمد الشاب. نعم سيدي. تم تدخل موضوع مديريه اداره الموارد البشريه
بالرقم 6180 في 5/6/2023 وتبين الكتاب لحد هاي اللحظه ما وارد. استمت بارك الله فيك. واضح سيد العزيز. نعم سيد استلمت واضح حاليا النداء. برنامج الو شلون سيد تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذا الأخ المتصل بنا قبل قليل الأخ جاسم، كتابك ما وصل إلى الموارد البشرية وسيتم متابعة هذا الموضوع من قبل السيد مدير شؤون بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم. نعم نأخذ آخر اتصال ولا شؤون تفضل. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي؟ اهلا وسهلا بجنابك. انا من جماعه العوده مال مصطفى عقولكم. منسوب وزاره الداخليه؟ نعم. تفضل اسم جنابك. عودت صار الاربع سنين. نعم. ولحد الان انا من الجسم تقريبا صار لاخر عوداي بالمؤجله. مشيت فحصيت وكملت وهاي. والنوب خابروني على اسمه ورحت وقال عندك قيد جنائي. زين محافظة ميسان. حسين اسمك الكامل. اسمك الكامل؟ مسلم حمد حسين خويه. محمد حمدي. حمدي اي مسلم حمد حسين خويه. انت اسمك مسلم حمدي؟ اي مسلم حمد حسين خويه. مسلم حمدي حسين خضير. منسوب شرطة ميسان. حسم تمنى الامر الحسم مال القضيه ودديته للدزو بالبريد البغداد. راح ندقق اسمك. اسمعني حاليا بالبلديات. انت هذا الشخص اللي بصفك له هو يسولف فيه انا افضل. هذا هو المنتسب. صحيح. حتى الاجراء يكون بعد من قبله هو نفسه حافظ الموضوع اكثر من عندك. الظاهر هو يراجع بداله. طبعا طبعا احس كان المفوض بالشرطه. خير ان شاء الله خير ان شاء الله. اسمعني عاد هو عدى جماعه العوده ورفع كتاب دله جنائيه ولحد الان ما رجع الكتاب مال الغير الجنائي. بس يعني بالادله الجنائيه في بغداد؟ نعم في بالبلديات في بغداد. عندك رقم كتاب اللي طلع من ميسان الى الادله الجنائيه؟ في عندنا كتاب موجود. ايش قد رقم التاريخ؟ والله خلت لحظه يا ابو طلع تعرف هو بدي هذا نخلينا احنا. ايش قد؟ شوي ناخذ دقيقتين، والله خلي الجهاز وقت ثاني. دقيقتين هوايه، راح يخلص البرنامج وياكم راح نختم. راح ندقق لك اياه على الاسم، راح ندقق لك اياه على الاسم، اسمع النداء. برنامج شلون للسيطرة؟ سيدي ايضا على مسمع. سيدي برنامج الو شؤون. سيدي تفضل. اشكرك اخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مدير شؤون الداخليه في بغداد الرصافه العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل مسلم حمدي حسين خضير، تدقيق اسمه، معاملته ضمن الادله الجنائيه بخصوص الاعاده الى الخدمه، اخر اجراء بحقه. بارك الله بك. حياتنا سيد حضرتك على مسمع. سيدي مدير شؤون بغداد الرصافه بخصوص المتصل مسلم حمد حسين. نعم. شكرا سيدي تفضل. مدير شؤون بغداد الرصافه، اخي السلام عليكم، على مسمع من نداء الاخ مسلم حمد حسين خضير، سيتم الاستفسار حول المعامله والكتاب من مديريه الادله الجنائيه والاستفسار عن اخر اجراء واجابتكم، بارك الله فيكم. ان شاء الله. بارك بجودك سيدي على مسمع برنامج الو شؤون. سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات ونداء السيد العميد المحترم، شكرا بارك الله بك. إذا إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله نكون قد وفقنا بتقديم الخدمة للجميع، شكرا إلى اللقاء.